وليداتي كينعسوا في الطص، قسما بالله حتى كينعسوا في الطص. حنا لا تغدينا ما كنتعشاوش، وكنقسم فمي بالله. وليداتي راه اقل ايمان والله، التقاشر ما كيلبسوهمش، حاجاتكم الكيلوطات ما كيلبسوهمش، كانت كيعطيني النفقه. راه تكرفز، راه خرجت مشيت خدمت في الميناج في القهاوي، راه بعت حويجي بعت فراشي. الاول فاش صورنا معك علاش ما قلتيش لينا بانك خديتي حقك، خديتي الفلوس ديال المتعه ديال الطلاق ديال 14 مليون؟ قلتي لينا بان زعما كاينه الدار اللي ساكنه فيها هي زعما دار اللي غير لائقه ولكن حنا اللي شفنا في الفيديوهات ديال بنتك في التيك توك ولا في اليوتيوب، يعني في القناه ديال اليوتيوب، بان ما شاء الله زعما كاينه يعني فراش مقاد كل شيء مقاد. بعض المرات كتصور في الدار، القناة ديال اليوتيوب كتصورها في الدار؟ لا راه بنتي ما عندهاش قناة ديال اليوتيوب، أنا ما عرفتش من جهة المصادر، ما فهمتش. القناة ديال اليوتيوب ديال بنتك هذه هي الدار ديالكم؟ في الفيديوهات هانت ولكن وما بقاش هادشي، راه بقاو على الخوالي وما بقاش. يلاه ما بقاش، ما بقاش هادشي، يلاه 5 ايام ما بقاش هادشي، ما كاينش نهائيا، ما كاينش واخا 5 ايام ما كاينش، ما بقاش، بقاو على الخوالي. انت ما بقاوش دابا 3 ايام؟ حيدنا هادشي، حيدنا. مشاهدين ومتابعين اشواق تي في، مرحبا بكم معنا اليوم في فيديو جديد. اول حاجه غادي نطلب منكم انكم تشوفوا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تفهموا مزيان وتمشيو معنا تدريجيا في القصه. اليوم معايا الاخت رشيده، الاخت رشيده اللي كانت طرقت الباب ديال اشواق تي في. وحنا دائما كيف ما معروف علينا اننا قناه من الشعب والى الشعب، واي واحد كيجي كيطرق الباب ديالنا الا وكنفتحوه ليه بجوج الدرعان كيف كنقولوا. فاخت رشيده هي كانت قالت لنا بانها مطلقه وام ديال 9 اولاد، ودي فعلا هي شاركت معنا الحقيقه، ولكن ماشي الحقيقه كامله، هي شاركت معنا نصف الحقيقه. وحنا بما ان كتعرفوا بان الصحافي المتميز او الصحافي كيخدم مع الحاله ديالو من الالف حتى الياء وكيتبعها، وهذا الشيء اللي ولفات اشواق تي في الطاقم ديالها كامل انه كيتبع اي حاله انسانيه دازت من الالف الى الياء، وهذا الشيء اللي خلانا نوصلوا للحقائق اللي غادي تشوفوا اليوم. والمهنه الصحافي هي مهنه اللي كتخليه يخدم كديتكتيف او محقق، كيف ما يقدر يخدم انسبكتور ويفتش على الحقيقه ويجيبها كما هي للمتابع. واليوم احنا معنا الاخت رشيده، توصلنا صراحه بعده اتصالات، لاننا ملي كنحطوا الحاله الانسانيه كنحطوا الرقم ديالها ديال المساعده، كما كنحطوا في الرابط الرقم ديال القناه ديالنا. وانا اليوم بالمساعده ديال الرئيس ديالي او مون سوبيريور وهو صاحب القناه والموقع ديال اشواق تي في والزميل ديالي الكاميرامان، خدمنا واحد الخدمه، حاولنا اننا نبحثوا على الحقيقه والحقيقه الكامله ماشي نص الحقيقه. حنا اليوم عرفنا بان الاخت رشيده ملي طلقات خدات 14 مليون من عند الطليق ديالها. بغيتها تجاوبني وتقول لنا علاش ما قلتيش لنا في الاول بانك خديتي 14 مليون من عند الطليق ديالك، وبان الدار اللي وراتنا ماشي هي هذيك، وانها عندها واحد الدار مزيانه، واكتشفنا بان البنت ديالها عندها قناه، وربما الصالون هذاك الفراش الله يعطيها والله يزيدها، اللهم لا حسد، ولكن انا ما عنديش هذاك الفراش ديال ذاك الصالون. هذه في اطار المستملحات. انا بغيت غير نسمع من الاخت رشيده الاجوبه، لان ما كنبغيوش حنا نغلطوا الراي العام، حنا هنا باش نبينوا الحقيقه والحقيقه كامله وليس نصف الحقيقه. ومن هنا كنوجه نداء للطليق ديال الاخت رشيده، الا بغى يجي عنده حق الرد كيف ما عنده الحق انه يلتزم الصمت، ولكن حنا درنا الخدمه ديالنا وقلبنا ولقينا بزاف د الحوايج اللي غير صحاح. وضح لينا اخت رشيده.
المهم هادشي اللي قلتي كاين فيه شي حاجه بالصح وكاين شي حاجه ماشي بالصح. فعلا انا جاتني في هذا في العده ديالي مع شي 12 وشي حاجه هكاك فهمتي، ولكن انا قبل ما نتوصل بهذا المبلغ راه كان هو معتقل على قبل النفقه، راه ما كانش كيعطيني النفقه فهمتي، وكنت مني كنوكل ولادي يعني شويه كنخدم شويه كنتسلف شويه، يعني وصلت بيا انني ولادي كانوا كينعسوا في الدص، ما كانت عندي حتى شي حاجه فهمتي، يعني بزاف ديال الكريديات ولادي كانوا كيمرضوا ليا، يعني هادشي كامل يعني مشى غير في شي حاجه لي كريدي على قبل الدراري، راه بما انهم تسعود راه حتى حاجه ما غتقدني عليهم. لكن اخت رشيده فيتي صرحتي لينا بانك كتعيشي، قلتي لنا الا تغدينا ما نتعشاوش، ولكن هذا على غير هذاك الشيء اللي كنشوفوا في الروتينات اليوميه، وبدون ذكر اسم القناه ديال البنت ديالك، بانها يعني عايشه الحمد لله، يعني حسن منشي وكرف منشي وحاله ماديه يعني ميسره الحمد لله. وشفناك انت كتباني معها بعض المرات في الفيديو. لا بنتي ما دايراش قناه، بنتي ما دايراش قناه تاع اليوتيوب، بنتي كانت غير بحال هكايا كتبغي تفوج على راسها، وكنديرها كما الدريات بنت طايشه كنديرها على تيك توك، يعني شي حاجه مره كنحبسها مرة كتبغي بحال هكا تفوج على راسها. وداك الشيء بحكم ان كان واقع لها ازمه نفسيه، كانت ان بركت ما من المدرسه ديالها، انه الاب ديالها ما بغاش يخلص عليها السونتر، بزاف ديال الحوايج وقعوا لها، وشافت الدريات وداك الشيء قالت لي ماما وهادي بعد مرات كدير بعد مرات. اما هي ما عندهاش قناه ديالها، عندها غير هادشي كما كيديروا الدريات ديال تيك توك، مرة كدير وهادي صافي. بعد مرات كتدخل مع خواتها، بعد مرات بحال هكا كتجي كتقول لي ماما اجي نتصور معاك ولا شي حاجه، صافي ما كاينه لا قالت عندنا لا مدخول لا حتى شي حاجه. انا عندي الحاجه الوحيده اللي عندي حاليا هي انني 5 ديال الابناء وعندي 300 درهم للواحد، صافي فقط، هذا هو المدخول اللي عندي، اما شي حاجه اخرى راه ما عنديش نهائيا، مره كنخدم مره لا. ومن بين المصادر والحقائق اللي وصلنا لها هو انك كنتي قلتي لنا في تصريح سابق بان راجلك باش تعتبر راجل او على حساب الثقافه ديال العائله ديالو، وهذا انك كل عام كان خصك تولدي، وبالعكس هو ناس مقربين ليك والطليق ديالك تاكدوا بان هو حيتغرق معاك في الاولاد وما عمره ما كان عايش معاك، يعني هو واحد الانسان ملتزم، وبزاف الناس يعني شكروا حسن السلوك ديالو، وداك علاش اضطر انه يخليك حيت وصلتوا بزاف ديال المشاكل اللي ما بقاتش قاده، وكان كيحسب لك بانك غتشدي بالولاد ولكن غير صحيح، والدليل على انه دار معك طلاق ومشى تزوج وحده اخرى. واش كاينه شي مره كتشد الراجل بالولاد؟ راه ما يمكنش انا دابا نشد الراجل بالولاد، علاش غنشدو؟ واش ديك الساعه انا ملي كنت كنولد مع الولاد اشنو كان عنده هذا السيد؟ انا نقول لكم في وجهه يجي دابا يحضر معايا ويبرك حدايا السيد، ملي خديته انايا كان عنده كروسه وحمار، كان كيلقط حاجاكم الزبل من الزنقه، وكنت راضيه به وسكنت معاه في مدار قاره، وبديت كنولد معاه وسكنت مع واحد العائله اللي فيها افراد العائله كبيره. انا ماشي انايا، واش عمره هو جاب لي شي فانيت قال لي كيشربي؟ انا بالعكس انا راه كنحابس عليا امي، انا الوحيده، وكان كيقول لي ما تمشيش عنده، وكانت الام ديالو كتقول لي هذا الشيء. انا بالعكس انا راه كون جات عليا ما نولد حتى شي وحده معاه، ولكن الولاد اعطاهم لي الله، وانا دابا ما عندي من ندير. حنا ما غاديش نرجعوا نقولوا هو ما غاديش، الوليدات كاينين والله يخليهم ليك والله يستر ليهم وان شاء الله يتوفقوا في الحياه ديالهم، هذا ماشي الموضوع ديالنا، حيت ما يمكنش نرجعوا للور، ولكن حنا تنهضروا على لو كان، يعني من السبب، حيت حنا عارفين مثلا الفانيت ديال منع الحمل كيتعطى فابور في المصحات الاستشفائيه ولا في هذا ديال الدوله. فعلا الفانيت كيتخذى فابور بطلعهم. ولكن انا راه كان عليا واحد الحاج في الدار، راه كنت محكومه، راه ما كنتش كنخرج، راه قسما بالله ما كنتش كنخرج انا من الدار، وكان هو يعني هما واحد العائله اللي هو قال لي في وجهي، قال لي لا ما ولدتيش ليا الاولاد ما عندي ما ندير بيك. انا ماشي انا اللي بغيتهم، ماشي انا اللي بغيت الاولاد، ولكن ربي اللي بغاهم. وزيدون هما دابا كاينين، راه ما عندنا علاش نرجعوا للور ونقولوا علاش ولدتي ولا معلاش ولدتي. واحد السؤال سويتيني قبيله على الدار، انا الدار منين
الطليق ديالي بغى يطلقني. اصلا انا ديك الدار كنت ساكنه فيها يعني بحكم انها في ملكو كنت ساكنه فيها بحال اي مراه كتقول هذا المنزل ديالي. ولكن منين هو بغى يمشي يدير طلاق الشقاق راه ما علمنيش ما قال لي حتى حاجه. راه انا عندي عائلتي وعندي خوتي وعندي كل شيء. منين جاني العون القضائي ووصل معايا لهذا الشيء عام هو كيطلع فيه وكيبط فيه دار عليا محامي دار عليا محاميه انا ما دايره لا محامي لا والو. هالورق عندي كل شيء عندي. منين الحق حتى حكمت المحكمه راه من طبيعه الحال قالوا لي هاد الدار بحكم انك والده سعود هاد الدار غتكوني فيها كام حاضنه. اما الدار راه كلشي كيتحسب ديالو وزيد انا الحاجه الوحيده عندي الله وعندي ولادي. انا ديك الدار دابا حاليا ما كنحسبهاش ديالي لانها باقا في ملكو في سميتو. انا غير ام حاضنه في ديك الدار انا ما عندي حتى شي حاجه حاليا عندي ولادي فقط صافي. اما هاد السيد مني بغى يدير 10 ديال 25 عام وما يجيش يقول لك حتى فلانه راه صافي ما بقى بيني وبينك والو ما بقيتش بغيتك بعد المفهوم. يجي يلومني علاش ولدتي؟ لا راه ولدت انا وياه كيفاش واش قسما بالله حتى العمليه الكبيره وهو يدي في هذا الذنوب. حتى انا خلصت من جيبي توفى واحد الاخ ديالي ومشيت انا كنقول ليها العرس نديروا عمليه كبيره وخلصت انا من جيبي باش يقول لك هو انا ودائما ما راه كنت كنقول ليه نمشيو نحبسوا نمشيو نديروا العمليه حيت الا بغيت نحبس خاصني ضروري العمليه كبيرة. كبيره انايا واخا نشرب الفانيد كانوا عندي بزاف د الحوايج ما غنشرحهمش ان الناس راهم العيالات ربما الرجاله كيفهموهم. هو كان مداوم على انه يعاشرني وكان مداوم على انه يدير معايا بزاف د الحوايج بالريضه ديالو ولا بالغصب. ولكن الا كنتي كتاخذي الفانيد في الوقت ديالو هذا راه ما غاديش يصرى الحمل. انا كتشوفي انا كنت في هذيك الفتره انا عندي ولاد الغيال فهمتي يعني بنتي عندها 24 عام الاخر عنده 23 عام ياكني مفوتين غير بعام ولا يعني انا في ديك الفتره كنت كنحمل اللي كنت كنردع فيها فهمتي يعني ولادي متقاربين لواحد الدرجه كبيره فهمتي ما يعني هادشي ما خصناش نلومو عليه الانسان. انا عاد كنلقى راسي واش كاينه شي مراه كتردع وفي نفس الوقت كتلقى في واحد المده قليله كتلقى راسها حامله وانا ما عندي خواتات ما عندي ام اللي غتقابل معايا كانت يدي بوحدي وكنت كلشي ما عمرو ما داني ولا جابني للسبيطار كنقسم في امي بالله ما عمرو ما جاب ليا ما عمرو ما نفسني ما عمرو ما دار لي شي حاجه. انا راه عذبني هذا السيد في حياتي بزاف ماشي يقول لك خرجت. راه فعلا اي امراه ملي كتطلق راه ضروري انها كتكون عندها واحد العده بحكم العشره ديالها مع الراجل. ولكن هذا السيد انا هذا السيد راه ما بينيش وبينه الفلوس. انا هذا السيد انا بغيتو غير تبقى العشره بيني وبينه على سم الاولاد. اما شحال هذه ما تحاسبتش معاه شحال هذه تعريت شحال هذه عطشت شحال هذه خدمت على هو ملي كنت تعتقل على قبل النفقه وكيقول لي في وجهي انا ما نعطيك حتى ريال ونمشي ندوز الحبس انا عندي فلوسي. انا دارك علاش كان كيقول بحال هكذا؟ شوفي اختي كان كيقول بحال هكا حيت عنده راه بطبيعه الحال والسيد الاملاك العقاريه عنده الاراضي الفلاحيه هانتي اللي جبت لك دابا الملك العقاري هو دابا حاليا كيمتلك ربعه الديور من غير الاراضي ديالو ربعه الديور في سميتو وفي كنيتو. وفي الاخر ملي كنمشي انا للمحكمه كنقول لهم انا راه خديته ما عندوش راه تعبت راه عطشت راه خدمت الميناج راه ما درت. وفي الاخر ما كنتمتع بحتى شي حاجه ولادي ما كيتمتعوش. شنو هي 300 درهم اشنو دير ليا؟ دريت بجوج دافعه شهاده مدرسيه ودافعه عدم الشغل بنتي عندها لا ليسونس مرضت ليا وحيدها ليا ما تعطينيش 300 درهم عطاها لولدك ولا لبنتك صله رحم ما بغيتيش. رشيده باش نوضحوا الراي العام لان حسب المصادر ديالنا حنا عرفنا بانك درتي شهاده مدرسيه دخلتي بنتك لو اف بي بي تي باش تكمل القرايه ولكن غير باش تاخذ ديك شهاده مدرسيه باش تدفعيها للمحكمه باش تبقاي تخلصي عليها وهي ما كتمشيش وما ما كتقراش واش هادشي بصح؟ لا 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 شوفي نجبدها لك دابا تشوفيها نجبدها لك تقرايها تشوفيها واش نجبدها لك. شوفي المصادر خصها تكون موثوقه ماشي بالفم. واش عندك انت شي وثيقه كدل على هاد الهضره اللي كتقوليها؟ انا عندي وثائق بان بنتي حاليا دابا مسجله وما بغاتش تمشي ليا هاد العام في السونتر ديال بولو. قيدتها انا وقالت لي ما نمشيش قالت لي انا خصني باش نركب وباش نمشي وباش نجي بنتي داك. شوفي بنتي داك العام قرات عامين في السونتر ديال عين برجه واش السونتر غادي يجي ويعطيني شهاده مدرسيه ما كانتش بنتي كتمشي ليه؟ راه اصلا انا بناتي ما خصهمش يحيدوا ليا من النفاقه. يعني 300 درهم راه ماشي شي حاجه كاب يعطيها لبناه. واش هو بامكانه انه يتزوج عنده الامكانيات وماشي بامكانه يصرف على بناته؟ انا ما قلتش في هذا المنبر عطيني انا ما كنطلبوش يعطيني راه العاطي. والله انا قاده نخدم على راسي وقاده نتعافر مع هاد الاولاد واخا نطلب عليهم. اصلا انا
قسما بالله ملي كنجبدو ديال اللي مشيت طلبت حدا الجامع كنقسم فمي بالله تطلبت وما رحمونيش عائلته، ما عمر شي واحد ما جا طلع عليا ولا شافني، راه ماشي هو دابا يشوف الاخر يقول لك انا هاد السيد دابا انا. اخت رشيده حنا عاوتاني من مصادر ديالنا لقينا بانه تم الزواج ديالكم عبر المحكمه، يعني ماشي زواج تقليدي ولا زواج هذا، واش زوجتوا عن طريق المحكمه؟ ربما بزوجكم غلطوا كتحملوا المسؤوليه بزوجكم نهائيا وابدا. شوف اختي انا والدي مشى الله يرحمه باقيين خوتي، انا تزوجت بهذا السيد عن طاعه الله ورسوله، باقي عندي كاغيط الزواج بالحاله المدنيه بكل شيء. هذا السيد جا وطلبني من والدي الله يرحمهم، انا راه ماشي شيطه، انا راه قاريه بكالوريا عندي عام ديال لانفورماتيك دو جيستيون، انا البنت الوحيده صغيره عندي خوتي يعني واصلين لواحد المستوى. يعني شوفي انا واش ما يمكنش الزواج؟ كيفاش الزواج؟ انا برك 6 شهور عاد بنت ولدت بنتي الاولى معاه، عاد حملت بنتي الاولى معاه، كيفاش الزواج؟ لا شوفي انا تزوجت، جات امو وجاو دارهم وجاو كل شيء، وعندي تصاور وعندي اي حاجه بغيتي نجيبها لك نوريها لك. انا مشيت معاه ولابسه البيض وهو حدايا وحنا بارزين ودايره الحنه وكل شيء وعائلته حدايا وكل شيء كاين. للتاكيد انني اطلعت على الحاله المدنيه اللي فغيت فامي ديال الاخت رشيده اللي فيه وليداتها كاملين مسجلين، وفعلا من وراء العقد ديال الزواج ماشي قبل ولا شي حاجه، ومدير بطريقه قانونيه. ما يمكنش هادشي، والله ما يمكن هادشي، هادشي كامل. شوفي ولكن الاخت رشيده نهار الاول فاش صورنا معك علاش ما قلتيش لنا بانك خديتي حقك، خديتي الفلوس ديال المتعه ديال الطلاق ديال 14 مليون؟ لا حيت ما سولتينيش وما جابتش الفرصه، هذاك الشيء اصلا كي شديته انا كيمشى، هذاك الشيء كي شديته كيمشى، اصلا شديته ومشى، كانت اصلا مجموعه عليا الموضوع بزاف ديال الحوايج، كانوا يعني بزاف ديال الحوايج اللي كانوا عندي انني خلصت بهم هذاك الكريدي، انا اصلا ما درت بهم لا ليا لا لداري لا حتى شي حاجه، هذاك الشيء كله مشى في الكريديات، مشى في المر تاع بناتي، مشى في بزاف ديال الحوايج، انا راه عندي 9 ما عنديش واحد ولا جوج، يعني هذاك المبلغ راه ماشي شي حاجه بالنسبه ليا. وصرحتي لنا بان زعما كاينه الدار اللي ساكنه فيها هي زعما دار اللي غير لائقه و... ولكن احنا اللي شفنا في الفيديوهات ديال بنتك في التيك توك ولا في اليوتيوب، يعني في القناه ديال اليوتيوب، بان ما شاء الله زعما كاينه يعني فراش مقعد كل شيء. ما كتصورش تيك توك في الدار باش ماشي الانسان يبقى يدي الباطل، بنتي كتصور عند صاحبتها تيك توك، بعض المرات كتصور في الدار. القناه ديال اليوتيوب كتصورها في الدار؟ لا راه بنتي ما عندهاش قناه ديال اليوتيوب، انا ما عرفتش من جوج المصادر، انا ما فهمتش. انا غادي نوريك الاخت رشيده ها القناه ديال اليوتيوب ديال بنتك، ياك هادي الدار ديالكم، هانتي روتيني الصباحي تخمال كيفاش ندوز نهاري مع خوتي. كاين هنايا عاوتاني روتيني بالحمام، تبريمه خطيره، زيت لتطوي الشعر، كاينه هنايا سافرت باش ندوز الامتحان. هنايا فين سافرت باش دوزت الامتحان؟ فين؟ ها هي دايره لا فيديو كامله وهي مسافره، فين؟ انت معاها وكتغدى وكت يعني هذه الابنه ديالك؟ هذه بنتي الكبيره. فعلا، ولكن الانسان واش دخل معك لدارك شافها، خاصك تجي تصوري معايا في الدار وتشوفيها عن بس. دابا الانسان انا نقول لك الحاجه وكنبين لك الوثائق كتشوفيهم بكنيتي بسميتي بالتواريخ ديالهم، وما غاتيقيش بيا بحكم ان واحد غادي يجي يقول لك واحد الحاجه غير بفمه، ولا خصك تيقي بالزمان والمكان وبالتصاور وباي حاجه وبليضات وباي حاجه. انا غنجي نقول لك الحاجه، لا يلاه معايا دابا صوري معايا وسط الدار وشوفي الحاله ديالي كيفاش كنعيشها. انا الماء داخل عليا من واحد البلاصه، داخل عليا الماء. كنتي قلتي لنا ما عندناش الحق نصوروا عندك لانك انت غير ام حاضنه وخفتي لي تمشي لك. واش هذا هو السبب الحقيقي اللي خلاك ما تخليناش الصوره؟ ما يمكنش انني ندخل شي واحد للدار بحكم ان الدار ماشي في ملكي، الدار في الاسم ديالو، اي حاجه في سميته هو. ما يمكنش، انا كنقول لك الا خسر لي روبيني راه ما يمكنش ندخل اي واحد، داري ما كيدخل لها حتى واحد من غيري انا ووليداتي صافي، حتى خوتي وعائلتي ما بقاوش كيجيو بحكم ان الطلاق وهادشي
تضرب الطريقه راه حتى هما شدوا تيقاري. مستعده اخت رشيده تواجهي مع التعليق ديالك او مع المصادر الخاصه ديالنا اللي وصلونا؟ مستعده نتواجه معاه. انا مرحبا، انا بالفرحات عليا، انا بالفرحات عليا نتواجه معاه بحال هكايا وندوي انا وياه ويشرح ليا هو علاش دار فيا هكا ودار في ولادو هادشي كامل. مستعده انا، راه منين طلقت راه ما عمري ما تواجهت معاه، ما عمري ما بركت معاه، ما عمرني شحال هادي ما شفت وجهه. جا هادشي كامل تعسف عليا وحقرني ودار لي هادشي كامل، بامكانه انه يبرك معايا واي حاجه تكون بالخاطر. انا اصلا ما درت لي حتى حاجه، انا جاوني الناس كيقولوا لي كنسولهم والاخوان ديالي وداكشي كنقول لهم انا ما عرفتش علاش داري هكا، كيقول لي حيت هو دخل الحبس داكشي علاش هو، حيت انا علاش غيمشي يطلقني اختي؟ واش خديت ليه؟ واش صفرت ليه؟ واش ديت ليه شي حاجه؟ واه ما دايره لي والو، انا حتى دار لي الطلاق شي حاجه. هو كيقول لك نوضح لك اخت رشيده، حنايا كمنبر اعلامي خصنا نكونوا محايدين، حنايا كنتبعوا الحقيقه وكنتبعوا الحاله حتى الاخير. من هنا كنوجهوا نداء للطليق ديال الاخت رشيده انه يجي تواجه معاه. هي قالت كيف ما قالت انها مستعده تواجه معاه، وان شاء الله حنا ما غاديش نخليو الحقيقه ولا القصه غير هنا، غادي نكملوا حتى الاخير. وشكرا على التتبع ديالكم. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.